ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن دراسة السيرة مخرج من الفتن التي يمتلئ بها، بل تمتلئ بها المجتمعات كلها. أما مجتمعات غير المسلمين فهم في فتنة الشرك والضلال والبعد عن منهج الله عز وجل. أما مجتمعات المسلمين فينبغي أن تكون مستقرة آمنة في شأنها كله في الدين والدنيا، لكنها لما نبذت كتاب ربها وتنكبت طريق نبيها صلى الله عليه وسلم أصابها الله عز وجل بما أصاب غيرها من الأمم التي ضلت عن الطريق. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فغياب الأمن وغياب الرغد وحلول ضيق العيش وغلاء الأسعار ونحو ذلك كله نتائج مباشرة لبعد الناس عن منهج الله عز وجل. لا يعد هذا في حق الحكام فقط، وإنما الحكام والمحكومون وعامة طبقات الناس. والمخرج من هذه الفتن أن يبدأ الإنسان بنفسه، وأن يجتهد ما استطاع في إصلاح شأنه والإقبال على ربه. وبداية الغيث قطرة، وبداية الإصلاح إصلاح الفرد. أما أن ينطلق الأفراد يحرقون أنفسهم ويقتلون أنفسهم ويتسابقون بزعمهم أن في هذا إصلاحا، فلا شك أن هذا مزيد من الضلال والبعد عن منهج الله عز وجل. لكن مع الحماسة ويعني دخول من لا يحسن فهم الأمور وتقديرها تأتي منكرات كثيرة وتغيب الحقائق، وربما صار الحق باطلا والباطل حقا، وصار الظلام نورا والنور ظلاما، وتطايرت الأوراق واختلت المعايير وضاعت القيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من هنا تأتي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم طوق نجاة لعامة طوائف المجتمع، الحكام والمحكومين، أن يتمثلوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه الذي حقق للمسلمين السعادة والفلاح والأمن والأمان والرغد وحسن السيرة في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وذكر أمر الحمص، وقال: إن قريشا ابتدعته رأيا رأوه، فقالوا: نحن بنو إبراهيم وأهل الحرم وولاة البيت، فليس لأحد من العرب مثل حقنا، فلا تعظموا أشياء من الحل مثلما تعظمون الحرم، لئلا تستخف العرب بحرمتكم. نعم. ما زال المصنف رحمه الله تعالى في مقدمته
التي أخذها أيضا أو كثيرا منها مما جاء في سيرة ابن هشام رحمه الله تعالى. قال: وذكر أمر الحمص، والحمص جمع أحمس وعرفت به قريش، وهذا من التحمس يعني التشدد. وقد أوحى الشيطان لقريش لما ضاعت ديانة إبراهيم وإسماعيل صلى الله عليهما وعلى نبينا، ولم يبقى عندهم يعني أثارة من علم، كما هي عادة الشيطان إذا يعني أخذ الإنسان إلى عتبة الجهل جعله يشرع لنفسه ولعب برأسه. والإنسان إذا شرع لنفسه فإنه يخبط خبط عشواء، ومن ذلك فعلت قريش. قالوا: نحن أهل الحرم، ما دمنا أهل الحرم فعامة الناس من غيرنا ليسوا أهل الحرم، فنحن أهل الحرم، إذن نحن الحمص، يعني نحن لنا قدر من التشدد والتنسك والتزهد، ولا ينبغي أن نكون كغيرنا. ومن ثم، وهذا يمكن أن يكون صحيحا من وجه، لو أنهم احترموا هذا الحرم الذي يعني من الله عز وجل عليهم بسكناه، وحينئذ يصيرون يعني أقرب الناس ديانة وأعرف الناس بشعائر إبراهيم الخليل صلى الله عليه وعلى نبيين. لكنهم بهذه المقدمة انتهوا إلى أن يشرعوا لأنفسهم ما لم يأذن به الله، ومن ثم قالوا: ليس لأحد من العرب مثل حقنا، فلا تعظموا أشياء من الحل مثلما تعظمون الحرم لئلا تستخف العرب بحرمتكم. يعني الحرم مكة ومنى ومزدلفة، وأما عرفة فإنها من الحل. فقالت قريش: لا تعظموا أشياء من الحل مثلما تعظمون الحرم. ومعلوم أن الشعائر الموروثة عن إبراهيم عليه السلام، ومنها ومن أعظمها حول البيت الحج، والحج يعني يكون في أماكن الحل كمكة ومنى ومزدلفة، ويكون منه أيضا شعيرة في أماكن الحرم كمكة ومنى ومزدلفة، ومنه شعائر في الحل كعرفة التي ليست من الحرم. لكن هؤلاء تركوا الوقوف بعرفة لمجرد أن يعني يترفعوا على غير الحمص، يعني على غير قريش، فكانوا إذا حجوا لا يقفون في عرفة، وإنما ينتهون إلى المزدلف، وهذا مما أوحى لهم شيطانهم به. فتركوا الوقوف بعرفة والإفاضة منها، مع معرفتهم أنها من المشاعر ومن دين إبراهيم عليه السلام، ويرون لسائر العرب أن يقفوا بها ويفيضوا منها، إلا أنهم قالوا: نحن أهل الحرم فلا ينبغي لنا أن نخرج منه، نحن الحمص والحمص أهل الحرم. نعم. ولهذا أنزل الله تعالى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني أمر المسلمين ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل مكة الذين يعتبرون أنفسهم من الحمص، قال لهم: أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من عرفة، وأنكر عليهم ذلك. وذكر ابن إسحاق أن الله تعالى وفق النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة، فكان يقف مع الناس بعرفة مع أنه من الحمص من قريش. ثم جعلوا لمن ولدوا من العرب من أهل الحرم مثل ما لهم بولادتهم إياهم، يحل لهم ما يحل لهم ويحرم عليهم ما يحرم عليهم، وكانت كنانة وخزاعة قد دخلوا معهم في ذلك. نعم. كذلك مما شرعوه لأنفسهم أن جعلوا لمن ولدوا من العرب من أهل الحرم مثل ما لهم بولادته، يعني من كان من غير قريش لكنه تزوج من قريش، فنشأ الولد من أم قرشية يعني من الحمص، وأب ليس من الحمص، والذي ليس من الحمص يسمونه من الحلة، يعني من ليس من أهل الحرم، جعلوا له هذا الحق أيضا أن يأخذ يعني حكم الحمص، ودخلت معهم كنانة وخزاعة
في مثل هذا. ثم ابتدعوا في ذلك أمورا فقالوا: لا ينبغي للحمص أن يقط الأقطة ولا أن يسلق السمنة ولا أن يسلق السمنة وهم حرم، ولا يدخلوا بيتا من شعر، ولا يستظلوا إلا في بيوت الأدم ما داموا حرما. ثم قالوا: لا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا به من الحل إلى الحرم إذا جاءوا حجاجا أو عمارا، ولا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب الحمص، فإن لم يجدوا منها شيئا طافوا بالبيت عراة، فإن لم يجد القادم ثياب أحمسة طاف في ثيابه وألقاها إذا فرغ ولم ينتفع بها ولا أحد غيره، فكانت العرب تسميها اللقى، وحملوا على ذلك العرب فدانت به. أما الرجال فيطوفون عراة، وأما النساء فتضع المرأة ثيابها كلها إلا درعا مفرجا ثم تطوف فيه. فقالت امرأة وهي تطوف: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. نعم. ثم ابتدعوا في ذلك أمورا، يعني ما زال الحمص أهل الحرم قريش لما غابت الشريعة يشرعون لأنفسهم، وهي في الحقيقة محض بدع ابتدعها هؤلاء في يعني عبادتهم وفي عقائدهم وفي عاداتهم، وجعلوها دينا يدين الناس به. ولما كان الحمص هم أهل الحرم والناس يعظمونهم لأجل ذلك تابعهم الناس على هذا، فمن ذلك قولهم: لا ينبغي للحمص أن يقطوا الأقط ولا أن يسلقوا السمن. والأقط معروف، اللبن الجميد، ما زال معروفا في بلاد الشام والحجاز، والمقصود أنهم يعني لا يستعملونه ولا يسلقوا السمن أيضا، يعني أن يذيبوا الزبدة حتى تخرج منها يعني السمن. ما علاقة الأقط والسمن وهذه أطعمة؟ هكذا أوحى لهم شيطانهم، لا ينبغي للحمص أن يفعلوا ذلك وهم حرم، يعني إذا كان محرما لا يفعل هذا، وهذا شيء ما أنزل الله به من سلطان. قال: ولا يدخل بيتا من شعر، ولا يستظل إلا في بيوت الأدم، مما وضعوه لأنفسهم أيضا، كانوا لا يدخلون تحت سقف يعني تحت سقف بيت، ولا يعني يحول بينهم وبين السماء عتبة كما يقولون عتبة باب، حتى أنهم إذا احتاج أحدهم إلى شيء من داخل البيت كان يرقى من فوق ظهر البيت. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى لما بعث نبيه صلى الله عليه وسلم غير هذا كله ونعى عليهم هذا كله، وفي هذا قوله تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله. ومن ذلك أيضا أنهم قالوا: لا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا به من الحل إلى الحرم إذا جاءوا حجاجا أو عمارا، ولا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب الحمص. فشددوا على غيرهم من أهل الحل، قالوا: إذا جاء أحد للحج إلى الحرم فإنه لا يأكل من طعام جاء به، وإذا من أي طعام يأكل لابد أن يكون طعاما من أهل الحرم، وإذا أراد أن يطوف لابد أن يطوف في ثوب من ثياب أهل الحرم، فإذا وجد من يعيره ثوبه فعل، وإذا وجد من يهديه ثوبه فعل، وإذا لم يجد فهو بأحد الخيارين: إما أن يطوف في ثوب نفسه ثم يرميه بعد هذا ولا يستعمله لا هو ولا غيره، ويسمى اللقى، يعني يصبح ملقا لا فائدة منه، وإلا فلو ضن بثوب نفسه وأراده فلا عليه إلا أن يخلع ثوبه وأن يطوف عريانا. فكان الرجال يطوفون عراه، وأما النساء فكانت المرأة تضع درعها، والدرع قميص لا يسترها، درعا مفرجا ثم تطوف فيه. ولا شك أن هذا ظاهر في أنه من تلاعب الشيطان بهؤلاء، فإن التعري لا علاقة له بالديانة، الأصل الديانة، من أراد أن يطوف بالبيت معظما للرب سبحانه وتعالى
فينبغي أن يكون على أكمل حال وأحسن. ومن هنا أيضا تدرك أن يعني التعري من شأن الجاهلية، كما كانت الجاهلية الأولى يطوفون بالبيت عراة، ومن ثم فمن تابع الجاهليين على منهجهم فلا شك أنه مثلهم. الآن التعري يعتبر حضارة، ويعتبر عند كثير من الناس يعني من الأزياء والموضات التي تخرج بها بيوت الأزياء الشهيرة، ولا يزال كثير من المسلمين بجهلهم وتنكبهم لدين نبيهم صلى الله عليه وسلم يتابعون أهل الفجور وأهل الكفر على يعني أزيائهم وعلى أنواع التعري التي تطالعنا صباح مساء. ومما نقلوه في التاريخ أن امرأة قالت وهي تطوف: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. وكأنها استحضرت أنه لا بد الإنسان مفطور على الميل إلى النساء ونحو ذلك، وإذا طافت المرأة شبه عارية ليس عليها إلا درع مفرج، فلا بد أن عورتها ستظهر، فقالت هذه الكلمة. نقل السهيلي أن هذه المرأة هي ضباعة بنت عامر بن صعصعة، ونقل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها لكنه سأل عنها ثم تركها لكبرة كانت فيها، يعني ذكر له نوع تكبر منها، فماتت كمدا يعني على فوات هذا الشرف أن تكون أما للمؤمنين. ومن لطائف قول السهيلي قال: إن صح هذا، يعني أن تكون هذه المرأة يعني عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أو هم بخطبتها، فما أخرها عن أن تكون أما للمؤمنين وزوجة من أزواج سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم إلا قولها: اليوم يبدو بعضه أو كله، تكريمة من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وعلما منه بغيرته، والله تعالى أغير. يعني هب أن هذا كان ينقل عن أم المؤمنين، هذا لا يليق. واستنبط يعني السهيلي فيما لو صح يعني أو صحت هذه الرواية أن يكون الله تعالى صرف عنه هذه المرأة لمكان هذا البيت الذي يعني اشتهرت به. فلم يزال كذلك حتى جاء الله بالإسلام، فأنزل الله: ثم أخيض من حيث أفاض الناس، وأنزل فيما حرموا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. نعم، القرآن أصدق مصدر يبين أحوال الجاهلية، ترى هذا من خلال جدله مع المشركين في مواضع كثيرة من سور كثيرة. سورة الأنعام مليئة بهذا، وسورة النحل فيها كثير من ذلك، وغيرها أيضا من السور كالأعراف والجاثية والزخرف وغيرها، تجد يعني المرة بعد المرة ينزل القرآن يجادل المشركين فيما ابتدعوه من الدين، سواء في أمور العبادة أو في أمور الاعتقاد أو في يعني عادات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان قد تخالف الفطرة وقد تخالف بقايا دين إبراهيم وقد تخالف العقل الصحيح. ينزل القرآن فيعني يذكر لهم مثل هذه المخازي ويصوب لهم ويصحح. ومن ذلك قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، هذا إنكار على الحمص على قريش أنهم كانوا يقفون بمزدلفة ولا يقفون بعرفة، ومعلوم أن عرفة ركن من أركان الحج. وأنزل فيما حرموا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهذا يعني فيما يتعلق بالطواف عراة، المقصود بأخذ الزينة يعني اللباس وستر العورات. خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وهذا أيضا فيما يتعلق بما حرمته الحمص من طعام الحاج ونحو ذلك، فإنهم كانوا يقولون لا ينبغي للحلة يعني من ليسوا من أهل الحرم الحمص أن يأتوا بطعام، وإنما يعني هم يفتقرون في هذا إلى أهل الحرم.
قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ثم قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. يعني من الذي يحرم زينة الله؟ وهذا إنكار منهم على يعني منع يعني الطعام والشراب للحلة إذا جاءوا إلى الحرم، وأيضا إنكار منهم على منعهم أنفسهم أن يسلقوا يعني السمن أو أن يقطوا الأقط، وهذا كله يعني من المنكرات التي ابتدعوا. ولهذا قال: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. يبين لهم القرآن أن منهج الله تعالى فيه السعة، وأن تشريع الوحي فيه الترفق بالناس، وأن الناس إذا شرعوا لأنفسهم يضيقون على أنفسهم. انظر إلى السعة. قل من حرم زينة الله؟ من هذا الذي يسمح لنفسه أن يحرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ وكأن الله تعالى يقول: إنما خلق الله عز وجل هذه الزينة لعباده ليستمتعوا به، كما قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني لينتفع الناس به. وكأنه يريد أن يقول إن الأصل الحل، الأصل أن الناس يحل لهم يعني المطاعم والمشارب وما خلق الله عز وجل لهم، إلا ما حرم عليه مما استثناه الله عز وجل، فيكون الأصل التحليل والتحريم طارئ. ولهذا يعني تجد في هذا السماحة والسعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني يمدح منهجه الذي بعث به من الحنيفية السمحة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي هي ملة إبراهيم. وذكر حديث الرجوم وإنذار الكهان به صلى الله عليه وسلم ونزول سورة الجن وقصتهم. نعم، أيضا يتابع اختصارا لما يعني ذكره ابن هشام في سيرته حديث الرجوم، والمقصود الرجوم يعني الرمي بالنجوم. كانت الشياطين تسترق السمع، تقترب من السماء لتسمع ما تقول الملائكة وتتحدث به من أمر الله عز وجل، وتسترق السمع. وكان هذا في الجاهلية كثيرا كما قال الزهري رحمه الله، لكن لما جاء الإسلام غلظ في ذلك وشدد، ويعني منعوا من استراق السمع. وهذا يظهر من قولهم: وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. ملئت حرسا شديدا، ليس معنى هذا أنها كانت قبل غير محروسة، كانت محروسة، لكن مع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم زادت الحراسة وملئت حرسا شديدا وشهبا أيضا، يعني تحرق من يقترب لاستراق السمع. وأيضا يظهر من قولهم: وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، هذا في السابق، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. والحكمة في هذا معروف، لماذا يعني كثر رجم الشياطين عند مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لئلا يشكل الوحي، ولئلا يعني يختلط بشيء من خبر السماء ما تسرقه الشياطين. فهذا أظهر للحجة وأقطع للشبهة، ولهذا عجزت الشياطين أن يصلوا إلى ما كانوا يصلون إليه. ولا يشكل على هذا أن الكهان ما زالوا إلى يومنا هذا، قد يوجد منهم الشيء بعد الشيء، لكن هذا قليل، ليس في الأزمنة السابقة. لو تأملت في كتب السير والتاريخ لوجدت بابا طويلا للكهان، كاهنة بني فلان وكاهن بني فلان، وكان من شأنه كذا وكذا، وكانوا يقولون ويتحدثون بأشياء كثيرة صحيحة، ومنها الإخبار ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومجيء نبي آخر الزمان وأوصافه ونحو ذلك. لكن بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قل نشاط الكهان، لأن أولياءهم من الجن قلت بضاعتهم من خبر السماء. لكن مع هذا بقي الشيء اليسير، ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله، فإنهم يعني يأتون بالشيء يكون صحيحا، يعني أحيانا يتكلمون بالكلمة تكون صحيحة،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة يخطفها الجني ثم يعني يوصلها إلى وليه، ولي الجن اللي هو الكاهن، فيخلط معها 100 كذبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يبقى نشاط لكنه نشاط يسير وقليل إذا ما قورن بما كان قبل ذلك. ولهذا حديث الرجوم يعني الرمي بالنجوم لما شعرت الشياطين بهذا ويعني رأت أنه لم يعد في مقدورها ما كانت تصل إليه علمت أن هذا بسبب، ولهذا انتشروا في أرجاء الأرض مشرقها ومغربها يبحثون عن هذا السبب الذي منعوا لأجله من استراق السمع، حتى يعني مضت طائفة منهم ناحية تهامة ورأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس الفجر وسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى فآمنوا به. انظر كيف كانوا شياطين، ثم لما سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا به وأقروا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم. إذن صاروا دعاء بعد أن كانوا يعني من الشياطين وهم مرضة الجن غير الصالحين الذين كانوا يسترقون السمع. فهذا حديث الرجوم وإنذار الكهان به صلى الله عليه وسلم. كثر قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إخبار الكهان بنزول نبي أو بخروج نبي آخر الزمان، وربما كان ذلك عندهم من أحد طريقين، إما مما يستمعونه من يعني مما يسترقونه من السمع، وأيضا من طريق الاطلاع على أخبار أهل الكتاب السابقة. في كتب أهل الكتاب السابقة كان الإخبار بأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاف الأرض التي سيخرج فيها وكثير من التفاصيل كان الكهان يعني يخبرون بها. قال ونزول سورة الجن وقصته، وذكر نزول سورة الجن وقصته. حاصل هذه القصة وهي موجودة في البخاري رحمه الله تعالى أنه لما حصل يعني انقطاع بين الشياطين وبين خبر السماء كما أسلفنا انطلقوا يجوبون مشارق الأرض ومغاربها واستمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، وآمن منهم من آمن ورجعوا إلى يعني قومهم. وهذه المرة لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا فكيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ عرف بنزول السورة بعدها، نزل عليه بعد أن سمع الجن أو سمعت الجن ما يعني كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقراءته للقرآن بأصحابه في الصلاة، وانطلقوا يدعون يعني قومهم ولم يرهم النبي صلى الله عليه وسلم. نزل قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. وأيضا بعد ذلك طلب الجن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعوه فذهب إليهم وقرأ عليهم القرآن وسألوه عن بعض الأشياء والأحكام وطلبوا منه يعني طعاما لهم وعلفا لدوابهم، فحرم على المسلمين يعني ما هو طعام أن يستنجوا بطعام الجن وهو العظم ونحوه، وكذلك يعني وجعل روث البهائم علفا لدواب الجن ونحو ذلك، وكل هذا تقدم معنا في أبواب الطهارة. ثم ذكر إنذار اليهود وأنه سبب إسلام الأنصار وما نزل في ذلك من القرآن وقصة ابن الهيبان وقوله يا معشر يهود ما ترونه أخرج من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع. خمر يا معشر يهود ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع
وقوله إنما قدمت هذه البلدة أتوكف خروج نبي قد أضل زمان وهذه البلدة مهاجر إلى آخرها. نعم. قال ثم ذكر إنذار اليهود وأنه سبب إسلام الأنصار وما نزل في ذلك من القرآن، والمقصود أن يهود لأنهم أهل كتاب كان عندهم علم بخروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت اليهود تعيش في المدينة، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وهؤلاء يعني كثروا في المدينة وكانت لهم شوكة ومنعة، كانوا أهل التجارة والأموال، وكان بينهم وبين الأوس والخزرج ويسمون جميعا بني قيلة، كان بينهم وبين العرب من الأوس والخزرج نزاعات، وربما حدث بينهم يعني حروب ونحو ذلك، فكان اليهود يحتجون على العرب بأنه سيخرج نبي من آخر أو في آخر الزمان نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. أما العرب من الأوس والخزرج فكانوا أهل أوثان، لا علم عندهم من كتاب ولا غير، ولهذا كانوا يعظمون كلام اليهود لأنهم أهل علم، وإنما يتكلم اليهود من خلال كتبهم. فكانت الأنصار يعني يتحفظون من هذا الكلام ويعني يقدرون له قدرا، وكان عندهم مع وثنيتهم علم بخروج نبي آخر الزمان من كلام اليهود. وأنزل الله تعالى في هذا يعني الآيات المعروفة في سورة النساء، لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا، كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج العرب في يثرب بأنه سيأتي نبي في آخر الزمان نجد صفته في كتبنا، لئن بعث لنتبعنه ولنؤمنن به ولنقتلنه معكم قتل عاد وإرم. ثم لم يلبث أن بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما علمت الأنصار قالوا هذا النبي الذي تخبركم به يهود، فسبقوهم إليه وآمنوا به صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الأنصار. وأما اليهود فكعادتهم أهل يعني كذب وبهتان، فإنهم لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم صار هذا يعني من أسباب إسلام الأنصار، انتفعوا بما قالت اليهود، وما نزل ذلك من القرآن ذكرناه. وقصة ابن الهيبان وقوله يا معشر يهود ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع، وهذا رجل يعني من اليهود من أهل الشام، بلغه في كتبهم يعني في كتب اليهود أن نبيا قد أضل زمانه وأنه يخرج في بلاد العرب، وأن من صفته أنه يعني فيه خاتم النبوة، وأن من صفته كذا وكذا، وهذه الأرض فيها نخيل كثير، فجعل يتتبع هذه الأخبار وعلم أنه نازل بأرض العرب، فسافر إلى هذه الأرض ووجد أقربها في أوصافه المدينة، فجلس عند يعني جماعاته من اليهود في المدينة وأخذ يبشرهم بخروج ذلك النبي، وكان له من البركة ما ذكر، يعني كان مباركا في ديانته وفي علمه، لا شك أنه ينتظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى كانوا يستسقون به إذا قحطوا فلا يلبثون أن يمطروا بفضل الله عز وجل. ثم إنه يعني حضرته الوفاة، وذلك قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يتمنى أن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل ينصح اليهود قال يا معشر يهود ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع، يعني أرضكم هذه أرض يعني قفر وليس فيها شيء، وأنا جئتكم من الشام، والشام أرض الخمر والخمير، والخمر يعني الشجر الملتف، ومنهما في حديث الدجال ينتهي إلى جبل الخمر، وفسر في الحديث أنه جبل بيت المقدس لكثرة شجره،
فهو يقول أنا جئت من بلاد فيها الشجر الكثير، بلاد الشم والنعيم، وفيها الخمير، الخمير الخبز الذي يعني خمر عجينه، كما قال في اللسان: ولا حنطة ولا حنطة الشام الهريت خميرها، يعني الناضج خميره. يعني يقول لهم: ما تروني تركت بلاد الشام وفيها الرغد، رغد العيش، وفيها يعني الأشجار والجنان، وفيها كذلك طيب المطاعم، وجئت إلى بلادكم وكلها بؤس وجوع وصحراء ويعني جرداء. فأجابوه: أنت أعلم. والعرب فيهم يعني بعض الغلظة، خاصة أهل يعني هذه، خاصة أن هؤلاء كانوا من اليهود، قالوا: أنت أعلم. وهذا ربما لأن عندهم بعض العلم فأرادوا أن يكتموه. فقال: إنما قدمت هذه البلدة أتوكف خروج نبي قد أظل زمانه، وهذه البلدة مهاجره، إلى آخره. يعني جعل يقول لهم: إنما جئت إليكم لأنني أنتظر خروج النبي وأتحرى خروج النبي صلى الله عليه وسلم، والذي عندنا في الكتب أن هذه البلدة مهاجره، يعني سيهاجر إلى هذه البلدة التي هي يثرب، عرفت بالمدينة النبوية بعد يعني هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها. ومن عجب أنه مات، ولا شك أنه مات على خير، لأنه يعني يتشوف إلى التطلع إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما اليهود فإنهم لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن آمن منه بعض الغلمان الصغار الذين تذكروا كلام يعني هذا الرجل اليهودي، وكان ذلك أو كان كلام هذا الرجل من سبب يعني هدايتهم. لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة، جعل هؤلاء الغلمان يقول بعضهم لبعض: هذا هو الذي أخبركم عنه ابن الهيبان. وقال بعضهم: لا، قال: بلى والله هو. فنزلوا من يعني الحصار وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعصموا دماءهم ويعني أموالهم، وكان هذا الرجل يعني بركة عليه. ثم ذكر قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه، ثم ذكر الأربعة المتفرقين عن الشرك في طلب الدين الحق، وهم ورقة بن نوفل وعبيد الله بن جحش وعثمان بن حويرث وزيد بن عمرو بن نفيل. نعم. أما إسلام سلمان رضي الله عنه فخبره عجيب، فحاصل خبري أن سلمان رضي الله عنه كان يعني من الفرس، سلمان الفارسي، وكان أبوه يعني سادنا من سدنة النار التي يعبدها الفرس، وكان قد أولع بولده هذا جدا وحبسه حتى لا يخرج ليعني شدة ولوعه به. ومن بره أيضا صار يعني سلمان هو الذي يوقد على النار، وهذه مهنة يعني دينية عند عبدة النار. ثم اتفق أن خرج أبوه يوما فيعني استخلفه على ذلك، ثم أرسله إلى يعني ضيعة له يتفقدها، ولم يكن له عهد بمخالطة الناس، فكان هذا أول الخير. خرج وفي الطريق وجد جماعة من النصارى يعبدون ربهم، بدافع الفضول نظر فيما يعبدون، فوجد أن ما هم عليه أفضل مما عليه يعني هو وقومه من عبادة النار. فيعني في هذا الوقت أرسل أبوه في طلبه حتى جيء به، فأخبر أباه: أني رأيت قوما يعني يعبدون معبودا هو خير من معبودنا. فزجره عن ذلك وقيده في يعني بيته. فأرسل سلمان إليهم: من يعني كبراؤكم في هذه الديانة؟ قالوا: بالشام. قال: إذا أردتم أن تخرجوا إليهم فأذنوا. فلما أذنوه فك القيد ثم تبعهم، وصار في رحلة طويلة امتدت ما لا يعلمه إلا الله من السنين. ذهب إلى الشام ويعني طلب من القس الكبير الذي كان في كنيستهم أن يعني يخدمه، فأذن له في ذلك وبقي معه زمانا. ثم اكتشف أن هذا الرجل كان يجمع الصدقات منهم، ثم بدل أن يخرجها إلى الفقراء يكنزها لنفسه. فلما مات أخبرهم بخبره، فرجموه وصلبوه، ثم جاءوا بغيره، وكان هذا الثاني رجلا صالحا، لعله كان على بقايا
من المسيحية التي لم تحرف، فعاش معه سنوات على خير حال ورأى منه من علامات الديانة ما رأى. ثم احتضر هذا الرجل وقال له إنه قد كان من شأني كذا وكذا، فلمن تعهد به؟ فعهد به، قال إنه لم يبقى على هذا الدين الذي أنا عليه إلا فلان فيما علم. وهذا يدلك على انقراض يعني دين المسيحية الحق وغلبة التحريف عليه، لأن هذا الرجل الصالح قال له ما أعلم أحدا على ما أنا عليه إلا فلان، وذهب يعني إليه في الموصل، فانتقل من الشام إلى العراق، وهناك بقي مع هذا القس الثاني إلى أن حضرته الوفاة، فطلب منه أن يعهد به، فعهد به إلى رجل آخر في نصيبين، ثم فعل مثل هذا مع يعني النصيبي، فعهد به إلى رجل في عمورية، ثم لما احتضر هذا القس الذي في عمورية قال إلى من تعهد إلي؟ فقد عهد بي فلان إلى فلان وفلان إلى فلان وفلان إليك، فإلى من تعهد بي؟ قال ما بقي على ما كنا عليه، وكأنهم كانوا يعرف بعضهم بعضا مع اختلاف البلاد، ما بقي على ما كنا عليه أحد من أهل الأرض، ولكن قد أظل زمان نبي في يعني أرض بين لابتين، ومن صفته أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وفيه خاتم النبوة، وذكر له من الأوصاف التي في كتبهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فخرج يعني سلمان وكان قد جمع غنيمات وبقرة، فقال لبعض الناس خذوا هذه الغنيمات والبقرة واذهبوا بي إلى أرض العرب، ليس له هم إلا هذا. قصة عجيبة في البحث عن الدين، وقد عمر عمرا طويلا، فأخذوا هذا منه وذهبوا به إلى ربما إلى وادي القرى قريبا من المدينة، فجعل يعني يتنقل حتى أعجبته المدينة عن الأوصاف، قال هذه يثرب لعلها هي التي يعني أشير إليها. في الطريق يعني باعوه هؤلاء الناس، وهو يعني ابن كبير من كبراء الفرس، باعوه وهذا من الغدر، وصار عبدا عند امرأة من المدينة، اشترته امرأة من المدينة، وبقي يعني يقوم بحق يعني أسياده وينتظر هذا النبي. في هذا الوقت خرج النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهو لا يدري، لأنه مشغول بخدمة يعني سيدي، إلى أن جاء وهاجر بعد 13 عاما إلى المدينة، وهناك سمع من يتحدث بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاستأذن من يعني مولاته أن يشتغل يوما، فأذنت له، فذهب واشتغل وجمع يعني مالا اشترى به شيئا، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يختبر ما قاله له يعني القس الأخير، قال هذا شيء من الصدقة خذه أنت وأصحابك، يختبر إن كان يأكل الصدقة أو لا يأكل، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم حوله ولم يأكل منها، فقال في نفسي هذه واحدة. ثم استأذن يوما آخر واشتغل وجاء بشيء، ثم قال هذه هدية، فأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال في نفسي هذه الثانية، ثم قام فوقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ينظر. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا كله لأنه يعني يوحى له، وفهم أنه يبحث عن خاتم النبوة، وكان في يعني ظهر النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من كتفه يعني علامة يستدلون بها على أنها خاتم النبوة، وقد رأها أنس وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم لأنس أو لسلمان، فلما رآها يعني آمن سلمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعاونه بعد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يفتك من الرق، وجمع له الصحابة ما جمعوا، ثم كاتب يعني مولاته وصار حرا، وصار له في الإسلام شأن عظيم. وعامة من ذكروا أخبار سلمان ذكروا أنه عاش يعني عمرا مديدا لا يقل عن 250 سنة، ومنهم من ذهب به إلى 350، وقد نقل ترجمته الذهبي والمحجر وعامة من ترجم للصحابة، قال في الإصابة، قال الذهبي وجدت الأقوال في سنه كلها دالة على أنه جاوز 250، والاختلاف إنما هو في الزائد، يعني من ذهب إلى 350 ومن طلع فوق هذا. قال ثم رجعت عن ذلك وظهر لي أنه ما زاد على 80، قلت بالقائل ابن حجر
لم يذكر مستنده في ذلك، وأظنه أخذه من شهود سلمان الفتوح بعد النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجه امرأة من كندة وغير ذلك مما يدل على بقاء بعض النشاط. لكن يقول ابن حجر لكن إن ثبت ما ذكروه يكون ذلك من خوارق العادات في حقه، وما المانع من ذلك؟ يعني وما المانع أن يكون عمر هذه السنوات؟ والظاهر أن هذا يعني مع الرحلة التي رحلها والسنوات الطويلة التي نقلها من مكان إلى مكان يمكن أن يكون ذلك، خاصة لم يذكر الذهبي يعني مستندا لكونه لم يزد على الثمانين. أي ما كان فسلمان يعني رضي الله عنه ممن له يعني شأن عظيم في الإسلام، يعرف هذا في ترجمتي. ومما نفيد منه هنا في يعني موضوعنا أنه بذل عمره عامة عمره في البحث عن الحق، وتنقل من عبادة النار إلى عبادة غيرها حتى استقر يعني على دين النصرانية، وبشر بخروج نبي آخر الزمان، فكان ينفق كل ما معه لكي يقترب من يعني مكان ومهاجر هذا النبي إلى أن لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار من الصحابة ومات على خير كثير رضي الله عنه. ثم ذكر الأربعة المتفرقين عن الشرك في طلب الدين الحق، وهذه أيضا قصة أربعة سماهم هنا، قصة ورقة بن نوفل وعبيد الله بن جحش وعثمان بن الحويرث وزيد بن عمرو بن نوفل. الأربعة المتفرقون عن الشرك في طلب الدين الحق يسمون الحنيفيين، والحنيفيون الذين يعني مالوا عن الشرك الذي صارت فيه قريش وأهل مكة وعامة العرب إلى الحنيفية الأولى التي كانت يعني التي كانوا يتسامعون أخبارها منذ عاش في هذه الأرض إسماعيل ابن الخليل إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا. فحاصل قصة هؤلاء أنه ما كان يعجبهم ما عليه قومهم من عبادة الأصنام، وأن يعني أهل مكة خرجوا جميعا في عيد لهم عند صنم من أصنامهم، واتفق أن بقي هؤلاء معا والطيور على أشكالها تقع، فكأن كل منهم لمس من أصحابه أنه إنما أقعده الذي أقعده، فيعني في نفس الوقت يخاف بعضهم من بعض، حتى انتهوا إلى أن قالوا تصادقوا يعني يقول الصدق وليكتم بعضكم بعض ولا يقول أحد يعني الغيب. فاتفقوا جميعا على أن قومهم ليسوا على شيء وعلى كراهة عبادة الأصنام، واتفقوا على أن يجتهدوا في التماس الدين الحق، وانطلق كل منهم. أما ورقة بن نوفل فتنصر وصار له شأن عظيم، يعني سافر مع زيد بن عمرو بن نوفل واطلع في الشام على أخبار النصرانية وتنصر. وأما زيد بن عمرو بن نفيل فلم يعجبه ذلك، فالظاهر أن ورقة وقف على بعض من كان عنده يعني بقايا لم تحرف من النصرانية، وأما زيد بن عمرو بن نفيل فاتفق له من يعني أهل النصرانية من قال له يعني إنك لن تدخل في ديننا حتى تأخذ نصيبك من لعنة الله عز وجل كما جاء في الأخبار، فقال من اللعنة فررت. أما ورقة فإنه تنصر ورجع إلى بلاده وكان على علم من علم النصرانية، وهو الذي هو ابن عم خديجة رضي الله عنه، والذي لجأت إليه خديجة أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، وأخبرها خديجة أن هذا الناموس الذي ينزل على موسى ليتني فيها أكون جزعا، وطمأن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني ليتني أكون حيا حين يخرجوك أو حين يخرجونك، قال أو مخرجيهم، قال ما بعث أحد بمثل ما بعثت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، والحديث معروف في الصحيح. فهذا شأن ورقة، ولهذا عده بعضهم من الصحابة لأنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يكن نزل، لم يلبث أن يعني توفي قبل أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر يعني قم فأنذر، نزل بعد نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرسل، ولهذا منهم من عده من الصحابة ومنهم من لم يعده. وأما زيد بن عمرو بن نفيل فلما لم يجد في رحلته ما يعني تقر به عينه من الدين رجع وبقي على دين إبراهيم، وذكروا أنه قابل بعض هؤلاء الذين ينتسبون إلى النصرانية، فلما قالوا له لن تتبعنا حتى تأخذ
بنصيبك من غضب الله عز وجل؟ قال لهم من الغضب فرغت، فلكن أي دين يعني أدين به؟ فأخبروا هؤلاء أن هذا زمان نبي جديد يبعث في أرضكم، يعني أنت من أهل العرب، من أرض العرب، وأرضكم سيخرج فيها النبي. فرجع زيد بن عمرو بن نفيل إلى بلده وأعلن أنه على الحنيفية، وكان يقول لقومه ما منكم أحد على ملة إبراهيم غيري، وقد لقيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة، ووجده يعني لا يأكل مما ذبح على النصب وغير ذلك، لكنه يعني بقي يبحث عن هذا الدين وعن خروج النبي، ويعني هو ابن عمي عمر بن الخطاب، وأبو عمر كان يعذبه شديدا على هذا الكلام الذي خالف به قومه، ثم إنه مات يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مات في شباب النبي صلى الله عليه وسلم، ولقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيرجى له يعني كذلك الخير لما يعني ذكر من شأنه. وأما عثمان بن الحويرث فإنه أيضا قدم على قيصر وتنصر ولازمه، وكان له فيه شأن عظيم، حتى هم قيصر أن يجعله ملكا على العرب. وأما الرابع عبيد الله بن جحش فإنه بقي على حيرته في يعني بلاد العرب، بقي في مكة على حيرته ولم يخرج، حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به، ثم يعني صحبه، ثم هاجر إلى الحبشة، وهناك اطلع على ملة النصرانية فتنصر، وجعل يدعو مهاجرة الحبشة إلى النصرانية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كانت زوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، وقد رأت له رؤيا يعني سيئة مدارها يعني أنه ينبغي أن ينتبه لما هو قادم عليه، وحذرته لكنه لم يحذر، وتنصر وهلك على النصرانية. وثبتت أم حبيبة، وكافأها النبي صلى الله عليه وسلم بأن أرسل إلى النجاشي يعني يخطبها لنفسه. هذا شأن الأربعة المذكورين، ولا يمتنع أن هناك يعني حنيفيين أخر، فممن ذكر منهم قس بن ساعدة الإيادي، وله أشعار كثيرة في الدعوة إلى التوحيد وترك عبادة الأوثان، وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أيضا مات قبل البعث. ثم ذكر وصية عيسى أيضا منه أمية بن الصلت، وهو يعني على نفس النمط من الحرص على طلب الدين والنظر في الكتب، وعلم من حرصه ونظره أنه سيخرج نبي في آخر الزمان، لكنه رجى أن يكون هو هذا النبي، فجعل يتحنث ويتعبد، وظن أن النبوة تأتي بالرياضات، وهذا لا شك يعني من عدم توفيق. فلما اجتهد وكان يقول أشعار القوية في الإيمان، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيح، كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، يعني لأن أشعاره فيها يعني تنضح بالإيمان وكراهة الشرك والأوثان ونحو ذلك، لكن لم يلبث أن بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما علم كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه كان يريد هذا لنفسه، وهذا عنوان يعني شقائه وعدم صدقه. وهذا يدلك على أن الرجل قد يمشي يعني السنوات الطوال على طريقة أهل الحق وعلى سنن أهل الحق، لكن يكون مدخولا في نيته حتى يختبر، فقد يعني لا يوفق في الاختبار، كهذا الرجل الذي آمن شعره وكفر قلبه كما يعني جاء في الروايات، فإنه يعني عرف الحق لكن رجى أن يكون هو النبي، فلما جاء نبي غيره كفر بهذا النبي حسدا. ومعلوم أن النبوة لا تأتي بالرياضة، وإنما تأتي بالاصطفاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. زيد بن عمرو بن نفيل قلت إنه مات يعني قبل البعث، والظاهر هذا يعني هو قص بن ساعدة. وأما زيد بن عمرو بن نفيل فما أدري أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، الظاهر أنه لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان في عصره، مات يعني قبل قليل، والله أعلم.
ثم ذكر وصية عيسى بن مريم عليه السلام باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وما أخذ الله على الأنبياء من الإيمان به والنصر له وأن يؤدوه إلى أممهم، فأدوا ذلك وهو قول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ثم ذكر ابن هشام رحمه الله وصية عيسى بن مريم باتباع محمد صلى الله عليه وعلى نبينا، وما أخذ الله على الأنبياء من الإيمان به والنصر له وأن يؤدوه إلى أممهم، يعني أن يؤدوا هذا المعنى وهذه الوصية إلى أممهم، فأدوا ذلك، يعني بلغ الأنبياء ذلك، وكان كل نبي يخبر بذلك. وهذا قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي عهدي وميثاقي؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. والعلم ببشارة الأنبياء بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم ثابت ومتواتر، وله وجوه كثيرة، أنه ما من نبي إلا بشر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك يعني وأعظمه إخبار القرآن بذلك، وكفى بإخبار القرآن، لأنه يعني الكتاب الموصوف بأنه شاهد ومهيمن ومؤتمن على الكتب السابقة، ومن ذلك الآية المذكورة، وأيضا ومن ذلك قول عيسى آخر الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهذا ظاهر. ومن أيضا وجوه العلم ببشارة الأنبياء بنبينا صلى الله عليه وسلم ما في كتب أهل الكتاب أنفسهم، رغم أن كتب أهل الكتاب يعني وقع التحريف فيها كثيرا، وتعمدوا محو التصريح باسم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وجد التصريح به في كتبهم، وهذا كما قال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهو مكتوب في كتبهم باسمه وبصفته صلى الله عليه وسلم، كما في كتابنا: برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فعمد أهل الكتاب لما كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى محو وتحريف يعني اسم ووصف النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا فاتهم أشياء وبقيت ربما في بعض كتبهم إلى يومنا، ففي إنجيل برنابة مواضع كثيرة فيها ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله يعني: أجاب يسوع بابتهاج قلب إنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في مواضع كثيرة في إنجيل برنابة. وحتى في إنجيل لوقا الذي هو من الأناجيل المعتمدة عندهم، المذكور عندهم: الحمد لله في الأعالي وعلى الأرض إسلام وللناس أحمد، هذه الترجمة الحقيقية للسريانية المكتوب بها الإنجيل، لكن طبعا الجماعة اللي ترجموا للعربي لن يكتبوا لنا وفي الأرض أحمد، إذا تبقى مصيبة بالنسبة له، فغيروا وبدلوا وحرف، مع أن الظاهر أن هذا الذي ما يزال في إنجيل لوقا لكن باللغة السريانية. في إنجيل يوحنا أيضا: إن لم أنطلق لآتيكم، أو إن لم أنطلق لا يأتيكم الفارقليط، والفارقليط هذا معنى محمد بالرومية. وفي كتاب التوراة الموجود إلى الآن بين أيديهم قولهم: جاء الرب من سيناء وأشرق لنا من سعير واستعلن من جبل فاران، جبل فاران معلوم أنه جبل مكة ومعه ألوف الأطهار. ففي كتب أهل الكتاب إلى اليوم تجد يعني البشارة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وإن جحدوه ويعني حرصوا على ذلك. أيضا من أدلة البشارة بنبينا صلى الله عليه وسلم في يعني من الأدلة الكثيرة ما مر معنا من قصة سلمان مثلا مع الرهبان، وأن كل منهم كان يقول له، أو الراهب الأخير صاحب عمورية الذي دله على خروج نبي بأرض العرب. كذلك قصة الأنصار واليهود، فإن اليهود كانوا
يعلمون، ومنها قصة يعني من الهيبان وغيره، وأيضا يعني قصص هرقل صاحب الروم وقصته في الصحيح، وأيضا يعني النجاشي الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بناء على أنه في كتب، وأيضا مقوقس مصر كذلك الذي أقر بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لكن امتنع عن الإيمان لأجل الوجاهة والرئاسة ونحو ذلك، لكنه يعني أرسل إليه يعني هدايا وأحسن له وألان له في الكلام. كل هذه أدلة متواترة على بشارة الأنبياء بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لا يسع المنصف إلا أن يعني يؤمن بها ويعني يعترف بهذا الشرف العظيم أن يدخل في دين الله عز وجل الذي اختاره يعني الناس في الأرض. ومن لم يؤمن بهذا فلم يضر إلا نفسه، والإسلام باق عزيز كما هو معروف، ولا يختار لهذا الشرف إلا من أراد الله عز وجل كرامته، وربك يخلق ما يشاء ويختار. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه كما وفقنا لهذا الدين أن يحيينا عليه وأن يميتنا عليه، وأن يرزقنا يعني الاستقامة على طريقه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونقف هنا ونكتفي، الحمد لله. يقول: هل ينطبق قصة ورقة ابن نوفل وأنه مات على الإسلام مع قصة ابن الهيبان بالرغم من أنه مات قبل أن يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف نحكم على ابن الهيبان، هل هو من أهل النار أم من أهل الجنة؟ لا أعتقد أن لك مصلحة في أن تحكم على هذا ولا ذاك، فليست هذه قضيتك أن تحكم على الناس، وإنما أنت تنتفع بما يذكر من يعني أخبارهم، ثم الحكم هذا لله عز وجل. لكن الظاهر من أخبار هؤلاء الباحثين عن الديانة من صح صدقه منهم، كما في قصة هذا الرجل اليهودي الذي جاء يبحث عن يعني دين الحق، والذي أوصى اليهود عند موته بأن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، الظاهر إن شاء الله أن هذا يعني يكون على الخير. كذلك ما كان من شأن ورقة بن نوفل وما كان من شأن زيد بن عمرو بن نفيل، والمناسبة هو والد سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، هؤلاء جميعا يرجى لهم الخير. لكن ليس من شأننا أن نجزم لأحد بجنة ولا نار إلا من جزم له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: مات قلبي، ماذا أفعل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا مات القلب ومت معه فلا حيلة لك، فأنت على خطر. وإذا مات القلب وأنت ما زلت حيا فيرجى إن شاء الله تعالى أن تراجع دينك، وأن تجأر إلى ربك سبحانه وتعالى، وأن تأخذ بأسباب يعني الحياة، فالله سبحانه وتعالى يعني هو الذي يحيي الموتى، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا وقلوب إخواننا جميعا. ولا شك أن هذه ليست دعوة ومجرد يعني كلام، وإنما يحتاج الأمر إلى يعني أخذ الأمر بقوة وجدية، والنظر فيما لله عليك من أبواب العبودية، والحرص على يعني تعلم العلم النافع الذي تعرف به ربك، والاجتهاد في العمل الصالح الذي تثقل به موازينك، ومجاهدة النفس في أبواب الشهوات والشبهات، تتوقى يعني الشهوات وتتحرز من الشبهات، وكذلك صحبة الصالحين، ويعني معرفة الهدف وترتيب الأولويات، وإدمان العبادة وأعظمها الدعاء إلى أن يأذن الله عز وجل بحياة القلب. عقد زواج شهد عليه شاهدان أحدهما لا يصلي نهائيا، فهل العقد صحيح؟ وإن لم يكن صحيح فما الحل؟ إن كان يعني الذي يعقد العقد ومن حضر وقدموا هذا الشاهد لا يعرفون أنه لا يصلي، فالعقد صحيح إن شاء الله، والأمر واسع، ولا شك أن هذا الرجل يعني خطأه على نفسه، لكن العقد صحيح إن شاء الله.
هل حملت مريم عليه السلام بعيسى أسبوعا واحدا كما يدعي بعض النصارى؟ ولماذا لا نقول كلمة كرم الله وجهه إلا على علي؟ يعني سؤالان. أما الأول حمل مريم عليه السلام، لو كان هناك مصلحة من معرفة مدة حمل مريم لذكرها الله تعالى له، والله تعالى ذكر حمل مريم، قال فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، ثم قال فأجاءها المخاض إلى جذع النخل، لو كان هناك مصلحة لقال. ثم ظاهر النصوص أنها حملت حملا طبيعيا، والأنبياء والكبراء والفضلاء الذين يذكرهم الله عز وجل ويعني يصطفيهم لا يلزم أن يكونوا يعني على خرق للعادة في كل شيء، بل هذا ليس مقصود الشارع، بل الأصل أن يعني النبي بشر من البشر وأم المسيح بشر من البشر، والأصل أنهم يعني يكون على نفس نمط البشر، إلا في بعض الأشياء التي أراد الله عز وجل أن يجعلها من الدلائل والبراهين على ما أرى. فهذا الكلام يعني لا أصل له، وكون النصارى يدعونه فالنصارى يدعون أنها أم الإله، وهذا يعني أقبح. وأما كلمة كرم الله وجهه لماذا لا تقال إلا على علي، فالصحيح أنها لا تقال أيضا إلا علي، وإنما هذا نوع من أسباب الغلو في علي رضي الله عنه، وإنما الصحابة كلهم نترضى عنهم ونقول رضي الله عن علي ورضي الله عن عمر، وكذلك نقول أبو بكر رضي الله عنه وسلمان رضي الله عنه، ولا نميز بين علي ولا بين غير. وأما ما قالوا من أسباب ذلك فكلام يعني ضعيف، أن يقول مثلا ابن عباس أو يقول ابن علي أن عليا لم يسجد لصنم. طيب كثير من الصحابة لم يسجدوا لصنم، ابن عباس لم يسجد لصنم، ومع هذا لا نقول كرم الله وجهه. أو يقول بعضهم لأنه لم ينظر إلى عورته، هذا كلام غير صحيح، لا بد أن ينظر إلى عورته حين يستحد، وهذا من سنن الفطرة حلق العانة، وهذا يعني من الواجبات، فكيف لا ينظر إلى عورته؟ فالظاهر أن الأمر واسع، الأمر يعني ليس خاصا بعلي، ويقال علي رضي الله عنه كما يقال في غيره من الصحابة. تقديم زكاة المال إلى مستشفى الأورام والسرطان من حيث الجواز يجوز، نعم، لأن أصحاب هذه الأمراض الشديدة يحتاجون إلى يعني أنواع من الأموال فوق طاقتهم غالبا، ويعني وضع أموال الزكاة في هذه الأماكن جائز، لكن الإشكال أن وضع الزكاة لابد أن يتأكد أنها تنزل في أيدي أمينة، فنحن في زمان كثرت فيه يعني الخيانة، فلا تأمن أن تضعها في أي حساب أو مع أي يعني مسؤول ثم أنت تعرف يعني الحال، فإن كنت لابد فاعلا فسألهم ما الجهاز الذي تريدون أن تشتروه واشتريه، ويعني اجعله وقفا على هذا المستشفى، أو يعني اذهب وانظر في المحتاجين وأعطهم بنفسك، هذا يعني لعله يكون أولى. مقصر في صلاة الفجر وفي دروس العلم، عليك بصلاة الفجر وأن تحضر دروس العلم، انتهت القضية. لأن بعض الناس يعني يحب الكلام ويتصور أن القضية كلما تكلمنا كثيرا، كلما لو بقينا نتكلم سنة، فإن كلام سنة لا يعني ينفعك إلا أن تقوم بنفسك لصلاة الفجر، لأنك مكلف، كل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ بما كسب رهين. وتنظر سبب الشؤم، لعل سبب الشؤم صحبة البطالين ومن لا يعينونك على طاعة الله عز وجل، فاحرص أن يكون لك صحبة خير تعينك عليه وتدلك عليه. استيقظ جنبا فخشي أن يفوته الوقت أو الجماعة في المسجد، فماذا يفعل؟ وماذا لو كان قرب الشروق وقد يخرج الوقت؟ في جميع الأحوال تغتسل، فإن كنت يعني استيقظت متأخرا دون تقصير منك فقد أديت ما عليك، وإن كنت يعني قصرت فأنت السبب في هذا. أما أن يقال باقي 5 دقائق فأتيمم وصلي، فهذا كلام خطأ، الواجب ما دام الماء موجودا أن تغتسل ثم يعني تصلي. أخ حلف وحنث به
فلم يستطع الإطعام آنذاك فصام كفارة يمينه ثم تيسر حاله، فهل يطعم أم لا؟ لا، إذا بدأ في الصيام فإنه يجزئه، حتى لو أيسر بعد هذا فقد يعني صام ويعني ليس بحاجة إلى أن يعيد الكفارة. لكن هو يقول بدأ في الصيام ولم يتم، يعني الظاهر أنه صام يومين مثلا وبقي عليه يوم، فالظاهر والله أعلم أنه إذا بقي عليه شيء فإنه يتم وليس بحاجة يعني إلى أن إلا أن يريد إلا أن يقول جاء المال فأنا الآن أخرج المال لا بأس. لكن لو بدأ في شيء ثم ظهر ما كان أولى منه فإنه يتم ما بدأه. تقدم للإمامة وهو مقطوع الذراع وهو أحفظهم، فقال له أحد الناس لا تتقدم لأن ذراعك مقطوع ولا بد في السجود أن تسجد على سبع. لا، هذا غير صحيح، لا بد أن يسجد على سبع إذا كان عنده هذه السبع، فإذا لم يكن منها شيء وهو حق بالإمامة فيقدم ولا حرج. وينبغي أن يتلطف الناس ببعض وأن لا يسارع إلى شيء، لا شك أن هذا يؤذيه ثم بعد هذا يكتشف أنه كان جاهل هذا المؤذي، فإن ماذا تفعل بإزاء رجل المسلم؟ الإنسان لابد أن يعني يتروى قبل أن يتكلم بكلام يعني يؤذي به غيره. وباب الفتوى يعني باب ليس مفتوحا لكل أحد، مع الأسف كل الناس يعني يفتون، هو خرجت في دماغه هكذا فأبى أن يكتمها وخبطها، ثم بعد هذا يسأل يقول له لا والله أنت أخطأت، يقول خلاص رزق ساق الله إلى هذا المقطوع اليد يعني على لساني. لا شك أن هذا لا يليق. وجدت حوالي 1000 جنيه في شارع عمومي، ماذا أفعل؟ المصيبة أنك تأخذها ثم تنتظر درس الثلاثاء حتى تسأل ماذا تفعل، تأسم طبعا. ما لم يكن الإنسان يعرف حكم اللقطة لا يلتقطه، حكم اللقطة يوم أن تأخذها أو ساعة أن تأخذها تأخذها بقصد التعريف، لا تأخذها بقصد يعني تأجيل التعريف، فضل أن تأخذها بقصد يعني أن تأكلها. والذي يمضي في شارع عمومي كما تقول ويرى مبلغا من المال كهذا 1000 جنيه، فساعة ينزل ليأخذه لابد أن يعني يذهب باليد الأخرى ويأتي بورقة كبيرة ويكتب فيها وجد مبلغ من المال، من يعني يذكر وصفه يتصل بتليفون كذا، ثم يذهب إلى أقرب مكتبة في نفس السوق ويصور منها يعني على حسب الواقع والبيئة 5 صور 10 على حسب، ثم يأتي إلى المحلات المشهورة في أول السوق ووسطه وآخره ويكتب يعني أو يضع هذه الأوراق، لأن الناس ساعة تقع منهم الأموال يعني يبحثون عنها في نفس الوقت ولا يأتون البحث عنها بعد يوم أو اثنين، فليس ضاع منه الآن المال الذي وجدته ظهر وقع الآن، لأنه لو كان وقع قبل ذلك لأخذه غيرك، ما دمت أنت أول واحد يعني ترى فهو حديث طازج. نعم، فلا بد أن تسارع في خلال دقائق إن أمكنك بأن يعني تضع مثل هذا، ولا بأس أن تكلم بعض الأقرب المحلات أو الأماكن أشياء فقدت، لأنك حتى تكتب وتعلق وتصور تأخذ وقتا، فلا بد أن تكون أمينا كما تحب أن يفعل الناس معك، إذا ضاع منك شيء فافعل كذلك. وبالتالي التعريف هذا لا بد منه، ويبقى التعريف سنة كاملة، لكن أهم شيء في السنة اللحظات الأولى التي العادة أن الناس يسألون عنها، ثم يعني يبقى هذا الخبر عند المحلات المشهورة وتليفونك معهم ويبقى المال أمانة عندك، فإذا انتهت السنة لك أن تأكله وتأخذه، وإذا جاء ولو بعد 20 سنة فإنه من حقك. لكن الفرق بين السنة أن قبل السنة لا تتصرف فيه وبعد السنة تتملكه، على أنه لو جاء ولو بعد 20 سنة فإنك تضمنه له، لكن معلوم أنه إذا لم يأتي في السنة فنسبة أن يأتي بعد السنة هذا قليل جدا. ثم المال على حسب المال، إن كان يعني 100 جنيه نكتفي بأن نكلم بعض المحلات، إن كان 1000 جنيه نكتب أوراقا، إن كان يعني 20,000 نعلن في جريدة، إن كان 100,000 نعلن في بعض الفضائيات وهكذا. نعم.
لأنك سترجع بهذا بعد هذا على صاحب المال. فما تقول والله أنا وجدت 1000 جنيه وعملت إعلان في الجريدة ب1500، ماذا يفعل؟ كل شيء لكل مقام المقام. دخلت المسجد ومعي أخ آخر فوجدنا مكانا واحدا في الصف، فهل أدخل فيه لأكمل الصف أم نكون أنا وهو أم نكون صفا جديدا حتى لا ينفرد خلفه؟ أنا أرى أن الأمر أيسر من هذا، وإنك لو جئت إلى جانب الصف وذهب إلى جانب الآخر، أو إذا نظرت في أرجل الناس وجدت رجلا وما أكثر هؤلاء قد رحرح يعني، فلمسته لمسا، لا أقول ضربته، لمسته حتى يعني يتضار، فإثنان يدخلان في أي صف. والناس الآن يعني ليسوا بهذا الـ يعني لا يلزق أحدهم أو لا يلزق أحدهم كعبه بكعب أخيه وركبته ومنكبه، وإنما الصفوف يعني لسنا بحاجة إلى أن نتصور أن هناك إشكال، أتركه أصلي وحدي أم نرجع نحن. أعتقد المسألة سهلة، أن توسع لنفسك وله في نفس الصف أو في صف متقدم، أحدكم يذهب إلى الصف الذي سبقه. ما قولكم فيما يكتبه العلمانيون في بعض المجلات عن بعض المشايخ، مشايخ الدعوة وغيره؟ القول كما قال الله تعالى: قد بدأت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. العلمانيون قوم يعني عندهم كراهية للدين، أصل الدين أي دين، ويريدون أن يبقى الدين يعني مسجونا في ساحة، ليس في ساحة بل في داخل المسجد. لو كان المسجد ساحة يغيظهم الخروج إلى الساحات، في داخل المسجد ويفتح قبيل الصلاة ويغلق يعني بعد انتهاء الصلاة، ولا يريدون أن تكون كلمة الله العليا ولا أن يحكم الناس بشرع الله عز وجل. ولما كان الدعاء يردون الناس إلى دين الله عز وجل، فمن الطبيعي أن العلمانيين يعني يتكلمون عنهم بكل قبيح، ويعني ينسبون لهم كل يعني جارح، ويوقعون بينهم وبين الحكام ونحو ذلك. لكن الحمد لله هؤلاء يعني يفعلون ما يفعلون، ولا يزداد الناس إلا يعني محبة للدين، لأن الدين هو دين الفطرة والذي ترضاه العقول السليمة والشرائع المستقيمة. ومن ثم فهؤلاء يعني تراهم أكثر الناس حرجا في الدنيا، لأنه لا ثمرة يعني أفعالهم، وهم أكثر الناس حرجا في الآخرة. فهؤلاء المغبونون خسروا الدنيا والآخرة إن لم يتداركهم الله عز وجل برحمة منه وفضله. عند نزول ملك الموت قال له آدم: إني لي 40 سنة. وكأنه يطلب منه أن يتركه في الأرض، وهو أول من عاين الجنة وعاش. الحديث أنه يعني أنت بعيد العهد بالحديث، الحديث أنه يعني اطلع على ذريته فأعجبه داود، فقال يعني ربي زده من عمري يعني 40 سنة. فلما انتهى عمره بحساب 40 التي تركها لولده داود، وجاء يعني ملك الموت، وكانوا قبل يرون ملك الموت، قال له: قد بقي من عمري 40 سنة. قال: ألم تعطيها لابنك داود؟ فجحد آدم وجحدت ذريته، ونسي آدم ونسي ذريته. الحديث صحيح، وأعتقد ليس هناك إشكال في هذا، وإنما الإشكالات في مسائل أخرى نحن نحتاج إليها أكثر من هذا. بعض الناس عنده ولوع بأخبار يعني الأخبار التي فيها غرابة، وقد يشغله ذلك عن يعني ما كلف به. ما حكم أن نقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في التشهد أو غير التشهد؟ هل هذا مستحب؟ أما في التشهد والأذان ونحو ذلك فإنه لا يجوز، لأن الناس علمهم الأذان كلمة كلمة، وعلمهم كذلك يعني التشهد، قد علمنا كيف يعني نصلي عليه. فصلى الله عليه وسلم فقال: قولوا كذا وكذا وكذا، الألفاظ معدودة باللفظ، فلا يصح وليس من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن نتشهد على غير ما علم أو نضع كلمة زيادة. ولو فتح هذا الباب وقال واحد: اللهم صل على سيدنا محمد، فما المانع أن يأتي ثاني ويقول: اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد؟
وحينئذ ما المانع أن يأتي سالس ويقول اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وأفضل واحد فينا، وتفضل المسألة يعني يصبح كل واحد له طبعة جديدة من الدين، وبالتالي يتفرق الناس في دينه. ينبغي أن نتوحد في العبادات لأنها أمور توقيفية كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. أما خارج العبادات كأن تقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو محمد أو سيدنا محمد، الأمر واسع هذا لا بأس به، لكن يعني يبقى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة أعظم الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يكتفون بأن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبي الله ونحو ذلك. وأعظم الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم يكون في متابعته والحرص على يعني ما علمنا من العلم والعمل. اكتفي بهذا، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.